وأن الجهمية كفار. الحمد لله أخذنا كل هذا فصلناه بأن فيها أن المتقدمين هم الذين كفروا الجهمية كابن المبارك وأحمد وغيرهم. قال وأما الرافضة رفضوا الإسلام والخوارج مراق. ممتاز. يبقى إذن ما عندنا إلا الرافض والرافض داهيتهم دواهي. فإجمالا اليوم نأخذ جزئية ولعلنا في الغد ننهي على الجزئيات لأن أنا الأهم عندي سأركز لأن أنا عندي الحمد لله أنا شارح موجود في النت الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين هذه الفرق بجميع بفضل الله الذي فعلها فيها شريطة كثيرة جدا حوالي 13 فيت شريط بين الأصول الفارقة بين أهل السنة والرافضة المارقة والخوارج والمعتزلة والقدرية. طيب الرافض الكلام عليهم في بإيجاز يعني أنها طائفة من طائف الشيعة الذين قد يعني ادعوا التشيع لآل البيت وحب آل البيت ونصرة آل البيت. هذا الدعاء زيفا وزورا يتخذونه تكئة من أجل سب الصحابة وتكفير الصحابة رضوان الله عليهم. فالآن سنتكلم عنها بإيجاز بتعريفها بإيجاز وبعض العقائد لأنها عقائد كثيرة جدا نتمها في الغد إن شاء الله. طائفة الروافض الخبثاء هذه الطائفة هي طائفة من طائف الشيعة لها معتقدات باطلة اعتقادات بأسرها تنافي اعتقاد أهل الإسلام. هم يعتقدون بأحقية أهل البيت في الإمامة على باقي الصحابة ويعني يرون بأنه ما من أحد من الصحابة أحق بالإمامة إلا بعلي، بل منهم من يعتقد بأن جبريل عليه السلام خان الرسالة بدلا من أن ينزل بها إلى علي نزل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكفر المبين. طب جبريل خان الرسالة وبدل ما ينزل بها لعلي نزل بها للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي بحثه أين هو؟ ما أنا أريد أفهم الذي أرسله أين هو بعدما حدث بذلك؟ طبعا هم يخرجون من ذلك بالكفر المبين بمسألة البداء الاعتقاد الكفري اللي عندهم كما سنبين. ويعتقدون طبعا في الأنبياء بعصمة الأنبياء ويقولون بمسألة الرجعة وبالبداء وبالتولي وبالتبري. كل هذه اعتقادات كفرية عصمة الأنبياء أم عصمة الأولياء؟ الأولياء ما الأنبياء هم خلاص هم جعلوا الأنبياء والأولياء في صف واحد وبعدين خلوا الأنبياء الأولياء علوا درجة عن الأنبياء. الأنبياء الله تعالى قال إيش إلا من ارتضى بالرسول في الغيب ما أحد منهم يعلم الغيب. هم قالوا كل الأئمة يعلمون الغيب. يعني هذه اعتقادات كفرية عندهم سنبينها يعني إن شاء الله بروية ولكن بإجمال كمان ليس بتفصيل. الإشكال أنا أقول بأن الروافض هؤلاء طعنوا في صحابة رسول الله والمغزى من ذلك هو الطعن في دين الإسلام. يعني هم يريدون الطعن في دين الإسلام. هم أيضا الروافض يعني يكفرون الصحابة. هم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثلاثة. يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن في عائشة رضي الله عنها وارضاها. فهذا طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فراش النبي صلى الله عليه وسلم المبراء الصديقة بنت الصديق برأها الله من فوق السبع سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها جاءني جبريل بك في سرقة في قطع من حرير أقول إن كان هذا من الله يمضي وأمضى الله جل وعلا. لما سب الرجل عائشة في موقعة الجمل قام عليه سائرا عمار كان مع علي رضي الله عنه وارضاه قال اغرب مقبوحا منبوحا ثم قال له قال اغرب مقبوحا منبوحا والله انها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخره وحبيبه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الاخره لكن ابتلاكم الله بها على اساس ان هذا اجتهاد ولا يقدم على النصوص. الغرض المقصود هم يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام على عائشة رضي الله عنها وارضاها أن لهم الإسلام أن لهم الإيمان بذلك. هؤلاء الذين يخبثون ويعني يطعنون ويكفرون الصحابة رضوان الله عليهم هؤلاء كما قلنا سموا رافضة. يعني الأصل في تسمية الرافضة أنهم رفضوا إمامة الشيخين. ده الأصل أنهم رفضوا إمامة أبي بكر وإمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم. وقيل أطلق عليهم اسم الرافضة بعدما رفضوا إمامة زيد بن علي. تبع رفضهم لإمامة زيد بن علي لما هو زيد بن علي كان حتى يقدم علي على أبي بكر وعمر لكن يقول بأحقية الخلافة بالترتيب
يعني هو بيقول علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر عمر، وخطأ بين هذا. علي نفسه قام في الكوفة يخطب الناس ويقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، لكن ما قدمش عثمان على نفسه، قال ثم الله أعلم، لكنه أقر بأن أفضل الأمة بأسرها أبو بكر. مش هو وبيخطب أبو بكر قال والله لا نقيلك ولا نستقيلك، راضيك نبينا لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. فكان هو يقول بإمامة أبو بكر وعمر فرفضوه من أجل ذلك. يعني المسألة مسألة أهواء، طب هذا إمامكم أهو الآن، فالمسألة مسألة أهواء، المسألة المحرك الرئيس ليس الدين. لذلك اللهم أعصمنا اللهم أعصمنا اللهم أعصمنا اللهم أعصمنا اللهم أعصمنا، اللهم اجعل المحرك الرئيس لنا الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم أعصمنا اللهم أعصمنا اللهم أعصمنا. الهوى به التردي في هوة سحيقة لا نجاة منها بعد ذلك. قال أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ علي بن أبي طالب خالفهم في هواهم، خرجوا عليه تركوه يقتل، هم السبب في قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فكانت المسألة مسألة أهواء، المسألة ليست مسألة ديانة، المسألة مسألة أهواء، فرفضوه، ولذلك يعني سموا بالرافضة. طبعا أعظم وأشهر فرقة من الروافض هم إيش؟ الاثنى عشرية. الاثنى عشرية هم أفضل يعني أفضل، استغفر الله، أشهر أفضل إيش؟ ما كلهم فيهم أفضلية في الخسة وفي الكفر، وفي الكفر نعم. ابن تيمية طبعا قبل أن أنقل كلام ابن تيمية، كلام عامر الشعبي من أروع ما يكون. قال عامر الشعبي، عامر بن شراحيل يقول هؤلاء الرافض الخبثاء، هؤلاء الرافض فضلوا اليهود والنصارى بخصلة. قيل اليهود من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا موسى. وقيل النصارى من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا عيسى عليهم السلام. فقيل لهؤلاء الخبثاء من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. عليهم سحائب العائن تأتي تطرى لا تبقي منه ملا ولا تضر. يقول شيخ الإسلام تيمية بعدما ذمهم ذما عظيما في كتاب منهج السنة، قال ليس في جميع الطوائف المنتسبة للإسلام مع بدعة وضلالة شر من هؤلاء. شوف ما في من كل طواف الضلال المبتدعة، ما في شر الناس فيهم، هم شر الناس فيهم هم هؤلاء. قال لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقيقة الإيمان من الرافض. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء قوم طعنوا في ديننا، قوم أرادوا الطعن في القرآن فطعنوا في حملة القرآن. القرآن من أين أتانا؟ كيف أتانا القرآن؟ عن طريق هؤلاء الذين حملوه على أكتفهم، فلذلك أرادوا الطعن فيه. هنا من عقائدهم عقيدة البداءة، من أهم عقائد هؤلاء عقيدة البداءة، سواء عقيدة البداءة عقيدة خربة جدا كفرية. ومن أهم عقائد هؤلاء تحريف القرآن. طبعا سنبين على مسألة الرجعة، لأنهم يعتقدون البداءة والرجعة والتولي والتبري، كل هذا سيأتي إن شاء الله. فهم يعتقدون البداءة، والبداءة إجمالا تأتي بمعنيين. البداءة تأتي يعني لها معنيان، الظهور بعد الخفاء، الظهور بعد الخفاء. وطبعا هم يقولون يعتقدون في الله البداءة، ده في كتبهم وأصول كتبهم. طبعا معنا ليس مجال النقل هنا عن كتبهم، لأن ليس بحث مكتوب، أنا أبين المسألة. فاعتقاد عقيدة البداءة عقيدتهم في الله البداءة. نعم يقولون البداءة تأتي بمعنى الظهور بعد الخفاء، وتأتي معنى تغيير الرأي عما كان عليه، وفي الحالتين هو وصف الله بالنقص. في الحالتين البداءة فيها وصف الله بالنقص، كفر مبين. يعني من وصف الله بالنقص فقد كفر، كمن شبه الله بخلقه فقد كفر في هذا الباب. فهم هنا لهم شبه كبير بمن؟ باليهود. هم أفراخهم باليهود الذين وصف الله بالنقص، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كما قال الله جل في علاه، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. أيضا قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف
يشاء. هؤلاء قالوا بالبداء على الله جل في علاه، يعني يظهر له الأمر بعدما كان خفيا. والمعنى هنا وصف الله بالنقص، والله جل في علاه أيها الضلال الكفار، الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله تعالى عن الكفار عند وقوفهم على النار، قال ولو ترى لهت الأول في نفس المجال وفي نفس الحياة الواقعية، عشان ما يقول أنت بتتكلم على مسائل لا نعرفها ولسه ما أتينا إليها. أما قال الله جل في علام عن المنافقين، قال ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم، هنا الآن محل الشاهد، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم الفتنة، يبغونكم الفتنة. قال وفيكم فيكم سمعون لهم ما لم يكن لو كان كيف كيف سيكون. هم ما خرجوش، لو خرجوا فيكم إيش لأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة. وفيكم سماعون لهم، ورحمة الله بكم أن الله يعني أثبتهم وقال اقعدوا مع القاعدين. قال الله تعالى عن النيران عندما يقفون على فوهة جهنم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كيف تكون البداء على الله جل وعلا؟ والله يعلم ما كان وما يكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانه جل في علاه، سبحانه والله يعلم كل شيء ويعلم كل غيب. سبحانه الغيب كله لله، إنما الغيب لله. قال الله جل في قال الله جل في علاه قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا نعم سبحانه جل في علاه. ومنها أيضا تغيير الرأي، سبحان ربي العظيم لا يكون ذلك إلا إيه إلا بالجهل. شوف بقى أهل السنة والجماعة والروائع أهل السنة والجماعة يثبتون لله التردد، وكمان خلاف في هذه المسألة ننحي لسنا بصدد التفصيل، لكن يثبتون لله التردد. أي تردد؟ احنا قلنا أي صفة نصف بها الله جل في علاه لابد إيش لهذا اللي ده دل نعم، ولا بد أن تكون تحت ضابط ليس كمثله شيء وهو وإنها تليق بإيش بجلالي وكمالي وبهائي وعظمته. طب إثبات الصفة، قال الله تعالى وما ترددت في شيء أنا فاعله. هو بيقولون لا ده نفى التردد، هو قال وما ترددت. قلنا له لا اعقل قف تفهم تدبر السياق حاكم. وما ترددت في شيء أنا فعله ترددي أثبت ولا ما أثبت؟ أثبت أولا ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مسألة تردد العبد تردد الخلق عن إيه؟ عن جهل. لا يعلم الخير ما الشر فيه فتردد، لكن تردد الله لا، تردد الله في اختيار الصالح وإيش والأصلح، تردد الله في بين الصالح والأصلح. فهنا تردده، هنا المسألة قال ترددي في قبض روح يكره الموت وأكره، شوف يكره الموت ويكره والله يكره مساءته، لكن هناك الأصلح له أن يكون بجوار الرحمن. فهو تردد من أجل الإذاء الذي يصل. شوف المؤمن، شوف مكانة المؤمن عند الله جل في علاه، وروعة مكانة المؤمن عند الله جل في علاه، هذه عظيم مكانة المؤمن عند الله جل في علاه، ومع ذلك الأصلح له أن يكون بجوار الرحمن. لذلك قال ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ما بد، لا بد أن يرجع إلى ربه جل في علاه، ولأن هذا هو الأحسن له. وإلا لأبقى الأنبياء، مش النبي خير، لما خير النبي ماذا قال؟ قال اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى، الله المستعان. يقول لك من أيام صدرت محكمة شيعية في النجف احكاما بالإعدام على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك تهمة أنه قتل زيد بن علي. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. المهم الغرض المقصود كما قلنا بهذا الباب أنهم في عقيدتهم، هذه عقيدة كفرية، ولا عقيدة البداية عقيدة كفرية ظاهرة، يعتقدون بتحريف القرآن. فأين الإسلام عندهم؟ أين يكذبون الله الآن؟ كيف الإسلام؟ يعتقدون أن هذا القرآن محرف.
قال الذي بين أيدينا أنه يعني ما هو إلا اليسير منه فقط، يعني لا يعتقدون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن التام ده محرف، ويقولون الذي حذف تحريفا من بقى الشطار جزاهم الله كل شر، أعوذ بالله، نسأل الله الذي في علاه أن ينتقم منهم شر انتقام أو يهديهم. يقولون بأن الصحابة الأماجد هم الذين حذفوا أكثر القرآن، لما يعني بين أيدينا هذا يعني لم يكن الثلث حتى، لما قالوا لحذف فضائح الله تعالى فضحهم فين في الكتاب. طب بالله عليكم كيف فضحهم ويقول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها؟ كيف وقد قال لقد رضي الله عنهم إن يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم ما في قلوبهم فأنزل سكت عليهم الآخر الآيات. كيف وقد قال محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل الله ورضوانه. شوف انظر إلى هذه، الله تعالى يمن علينا بالتمدح بهؤلاء، كيف يقولون هذا؟ ويقولون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو محرف محذوف منه الكثير، وهذه في كتبهم المعتمدة، كل هذه في كتبهم المعتمدة، أنا لا أنقل الكتب من أجل لا أكسر عليكم، كل الكتب المعتمدة عندهم يقولون بذلك. إذا اليوم قرآن غير قرآننا؟ لا الآن بقى الآن قبل قرآن غير قرآننا كذبوا الله ولهم إله غير إله. هو هذا هو خلاص، هم لهم إله تعب، هم مجوس أصلا. فأنا أريد أفهم أين إلههم الآن ومن ربهم، وهم يكذبون الله جل في علاه. ماذا قال الله؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هنا هم يقولون يعني ما نزله وما حفظه، ما نزله وما حفظه، يعني بين أيدينا الآن بأن القرآن الذي بين أيدينا هو اليسير منه، لا تمثل إلا اليسير من المنزل. طبعا الثاني فين؟ طب فين بقى الكامل مع محمد في السرداب بقى؟ هو طبعا كل في مواد بيروح يأتون باللبن والعسل ويذهبون إلى السرداب. أخرج يوم إن شاء الله ربنا يخرج عليهم حية تأكل تنهش في الجميع فيهم يا رب العالمين. أخرج يقولون بذلك، ماذا نفعل؟ ها عجل الله بهدايتهم، نسأل الله ذلك، نكون رحمة على الناس، عجل الله بهدايتهم يا رب العالمين. فهذه من عقيدتهم الخريبة، هذه طبعا اعتقادهم في مسألة الرجعة، اعتقادهم في الأئمة، يعتقدون في الأئمة. افتح شيء أصلاً حذروا تاني. عليكم السلام وبركاته. فمعنى أنه يقال بأن القرآن محرف انتهى الموضوع، يعني إحنا أصالة ديننا عقيدتنا من وين؟ من وين ديننا عقيدتنا؟ لا إذن هم يعني يقولون بأن القرآن محرف، القرآن الذي بين أيدينا محذوف أكثره، والذي بين أيدينا يسير منه فقط، نسأل الله العفو والعافية. يكذبون الله صراحة، لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحفظون، وإذن
مع ذلك أنهم كفروا بذلك وكفروا بهذا القرآن. وطبعا طعن في أهل الإسلام وقالوا إن المحذوف هذا كله من الصحابة هم الذين حذفوا ذلك. لما؟ قالوا يخبئون فضائح. يعني أنا أريد أفهم الصحابة رضوان الله عليهم لهم فضائح في القرآن والله جل في علاه يجعلنا نأتسي بهم ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين ويقول الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ويخاطب الذين يتعبدون بلعنهم صباح مساء ويقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. وإجماع المفسرين على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وهم يقولون لا يعني أذكار الصباح عندهم تفتتح بلعن أبي بكر وعمر. بمثل ما آمنتم به صحيح. خلاص كل هذا تكذيب لله. هم كذبوا الله خلاص انتهى الموضوع. يكذبون الله جل في علاه وأيضا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر ما طلعت الشمس ولا غربت على بعد الأنبياء المرسلين على أفضل من أبي بكر. يبقى معنى ذلك أنهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كذبوا الله ثم كذبوا رسول الله ما بقي لهم من الدين ما بقي لهم شيء. نعوذ بالله من الخذلان. ما بقي لهم لا ما في. طيب والثانية عقيدتهم في الإمامة يعتقدون في الأئمة ما يعتقدونه في الأنبياء لكن فوق ذلك أيضا. يعني هم يقولون بأن الأنبياء معصومون لا صغير ولا كبير. نحن ننزل معهم ونقول الحق أن أهل السنة جماعة اختلفوا مسألة جواز المعصية على الأنبياء اللي هي الصغار طبعا لأن الإجماع على أن الكبائر هم معصومون منها والإجماع على أن محقرات الصغائر هم معصومون منها. المسألة على إطلاق الصغائر وهذه مسألة خلافية لا نتكلم فيها الآن لكن هم يقولون ديانة لأن الإمام عندهم ركن من أركان الإيمان. الإمام عندهم والاعتقاد فيهم ركن من أركان الإمام. يعني الإيمان يعني من قال بأن الذي لم يعتقد فأن الإمام معصوم وأنه يعلم الغيب يكفر. عندهم هذا عندهم الذي يعني خلاص أنت اعتقدت بالإمامة جيد وصلت للإيمان الآن يقولون إيمانك الآن ما موقوف على أن تعتقد بأن الإمام يعلم الغيب وأنه معصوم. إن خرم عندك هذا يكفر الإنسان بذلك. أنا أريد أفهم هذه التشكيلة. حتى المجوس لم يقولوا بذلك. حتى المجوس ما وصلوا لهذه الدرجة. الغرض المقصود بأنهم يعني كفروا بالله وبرسوله وقالوا وادعوا على أن الأئمة أول شيء يأتيهم الوحي. الأمر الثاني أن الأئمة يعلمون الغيب. فانتهى الموضوع. أنت الآن ما زالوا يكذبون الله. الله جل في علاه يقول على النبي نفسه أمره أن يقول أنه لا يعلم غيبه. الله جل أمر النبي أن يقول قل لو كنت قال الله جل في علاه ولو كنت أعلم الغيب. الله أمره يقول بذلك لأنه ناقل القرآن عن جبريل فهذا وحي من رب العالمين. قال الله جل في علاه أولا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأيضا في قوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الآية الأخرى بقى قال إلا من ارتضى من رسول عالم غيب فلا يزع على غيبه أحد إلا من ارتضى. يعني الآن هذه المسألة ببعض الغيوب التي قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الغيب حال من الأحوال ولا يدعي الغيب. ولو كان يعلم الغيب شيء واحد فقط ينهي المسألة حديث تلفك. يعني لو كان يعلم الغيب ما كان هذه المسألة يذهب يسأل علي يذهب يسأل أسامة يذهب يسأل بريرة التي غير اسمها يذهب يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. الآن أين علم الغيب؟ ولو علم الغيب كيف الحباب بن المنذر يقول له هذا وحي أنزلك الله أم هي الحرب والمكيدة؟ لو يعلم الغيب أترك أسد الله يقتل غيلة؟ المسائل يعني هذه مسألة منتهية. فهم يجعلون الإمام فوق النبي يجعلون الإمام المعصوم فوق النبي. هو دين عندهم. فالحق أنهم كما قلنا جعلوهم يعلمون الغيب. تبقى لهم بعض العقائد التي يأتي تفصيلها غدا لتعلموا ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. طبعا أنا أضرب الآن وأطعن في من يقول بالتقريب. من قال بالتقريب من زمن وكان طبعا تعلو أصواتهم فرحا برجل من أسوأ الناس قام أمام الجميع يقولون ويسب عائشة
وسب أبا بكر وعمر وما وكانوا لمدة قريبة يفتخرون به. كانوا لكن الحمد لله أنهم يعني قد أظهر الله لهم عوار أمثال هؤلاء. لا تقريب مع هؤلاء. هؤلاء القوم أعدى أعداء الدين، هم أضل وأضر خلق الله على الإسلام. نعم هم أفراق اليهود، فلذلك لابد يعني أن نحذر. هنا عقيدة رازيين أكد تأكيدا شديدا جدا عليهم. قال والروافض رفضوا الإسلام. قال رفضوا الإسلام. شوف بص عمق النظر أجمل لك المسألة في قولين. رفضوا الإسلام، هذه مسألة أعظم مما تكون نهاية من اعتقاد هؤلاء الأخيار الأبرار من أهل السنة، طائفة من أهل الحديث. قال رفضوا الإسلام، والمعنى بأنهم ليسوا من الإسلام بشيء، أو إسلامهم غير الإسلام الذي أنزله الله وارتضاه الله جل وعلا لعباده. تكملة إن شاء الله تكون الدرس القادم، لأن أصل المسألة على الفتاوى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.